اهلا بيكم مره تانية معايا في كايرو دار، ويلا بينا يا جماعه بقى نكمل اسئله علم الاجتماع. يمكن اتكلمت شويه عن الوعي، اتكلمت شويه عن البناء الاجتماعي، ما تيجي نتكلم عن الوقت. في سؤال مهم جدا قدام حضراتكم بيقول: ترتبط قيمه الوقت في المجتمع بطبيعه وشكل واسلوب الانتاج فيه؟ علل. الحقيقه هنا عاوز اقول انه تقدير قيمه الوقت والاحساس باهميه الوقت بيختلف من مجتمع الى مجتمع اخر. يعني المجتمعات المتقدمة ترى أن الوقت شيء مهم وأنه شيء مقدس وثروة عظيمة يجب الحفاظ عليه، لذا احتفظوا بالتقدم في نهاية الأمر. المجتمعات المتقدمة هذا هو حل، لكن المجتمعات المتخلفة الوضع مختلف. المجتمعات المتخلفة تتعامل مع الوقت على أنه غير ذي قيمة وغير مخطط ولا يعني شيء، فاحتفظوا بالتخلف جزاء له. المهم يعني الشيء بالشيء يذكر. تعالوا نروح بقى الإحساس بأهمية الوقت يختلف بطبيعة وأسلوب الإنتاج. قعدت أسألهم إيه المقصود بيختلف بطبيعة وأسلوب الإنتاج؟ أيوة، ما هو في أسلوب إنتاج وأسلوب إنتاج، أسلوبين إنتاجيين، في واحد منهم ريفي والتاني صناعي. فلنقارن ونوضح، فلنقارن بين نظرة أهل الريف للوقت وأهل المدينة. أهل الريف هيمثلوا أسلوب الإنتاج الزراعي، أهل المدينة هيمثلوا أسلوب الإنتاج الصناعي. تعال نشوف ده وده بيتعاملوا مع الوقت إزاي. الزراعي، أهل الريف يتعاملون مع الوقت على انه غير ذي قيمة على الإطلاق. يعني لو رحنا للمدينة هتلاقي ان اصحاب المدينة يتعاملون مع الوقت على انه كل شيء محدد، الافراد يلتزمون بالميعاد في كل شؤون حياته، يرتدون ساعة يد كرمز للدقة، الاوقات لديهم محددة، المشروعات تتم في مواعيد معينة، لها بداية ولها نهاية عند توقيت محدد. مجتمع الريف لا، موضوع الوقت عنده غير ذي قيمة، مهدر، لا يعني شيء، بدليل انه لما بيجي يتعامل مع الوقت بيتعامل معاه في اطار مدى، يعني مش في ساعات معينة، انما يعني بعلامات زي الشروق والغروب. يعني مثلا عندما يقوم شخص بتحديد ميعاد للزيارة، واحد رايح لواحد فيقول له ايه بقى، مش جاي لك الساعة 4؟ لا، يقول له انا جاي لك العصرية. طب امتى العصرية؟ لا يتم تحديد ذلك. جاي لك على الشروق، جاي لك على المغربية، لكن متى بالضبط لا يتم تحديد ذلك. وطبعا واضح قد ايه ان الوقت عندهم مهدر وغير ذي قيمة. تعالوا بسرعة سؤال اخر: وضح كيف يمكننا مقاومة الانحراف على المستويين الشخصي والاجتماعي. الحقيقة يعني المقاومة هنا انا عاوز اقول لحضراتكم انها نوع من الوقاية. هو انتوا ليه يا جماعة بتستنوا لغاية ما الولد ينحرف وبعدين نبدأ نعالج؟ طب ما نلحق قبل ما ينحرف، خاصة الظروف اللي حوالينا صعبة شويتين. العلماء بيقولوا لنا انه في محورين هنشتغل عليهم لمقاومة والوقاية من انحراف: المستوى الشخصي اللي هو بقى انت، والمستوى الاجتماعي. المستوى الشخصي عن طريق 4 كلمات: التدين، المشاركة الاجتماعية، زي ما حضراتكم شايفين معايا، التدين، المشاركة الاجتماعية، التثقيف، العمل الجاد. اعتقد انه لما واحد يتربى في البيت على الدين وعلى العمل الجاد انه الوسيلة الاساسية للوصول للنجاح، لما يتربى في البيت على الثقافة والمعرفة والعلم، صعب النوع ده من الناس انه ينحرف. ويمكن ده واقف ومعتمد تماما على التربية في المنزل. عندي كمان على المستوى الاجتماعي في رسمي وفي غير رسمي. الرسمي يعمل لي وقاية من الانحراف ازاي؟ عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة والحكومات والقانون والمؤسسات التربوية، نقصد بقى المدارس، المساجد، التشريعات القانونية اللي تعاقب أي مجرم يخرج عن إطار العدالة وعن القانون، وده يعمل لي نوع من الوقاية. في بقى المستوى الغير رسمي اللي هو بيعمل لي برضو وقاية من الانحراف عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده حرام يا حبيبي، ده يدخل النار بلاش منه، وآه ده كويس ربنا يكرمك حبيبي يدخلك الجنة، وده طبعا عن طريق الكبار في الأسرة اللي بيقوموا بالدور ده، سواء الأب أو الأم أو غيرهم. تعالوا نشوف سؤال بيقول: يشكل الانحراف خطورة على كل من الفرد والمجتمع على حد سواء؟ ناقش. حيال الانحراف برضو ليه خطورة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، يهدد أمن المجتمع ويهدد مستقبل الفرد. تعالوا نشوف واحد طول الليل عمال يكتب برشام، اتقفش تاني يوم في اللجنة في الجامعة، اتكتب له محضر غش، اترفض 2 سنين. الولد ده بيطلع بعد كده بقى اسمه حمادة مطوى، بيثبت الناس في الشارع بالمطوى، ما وروش حاجة، ده مرفوض من الكلية 2 سنين. شفت المجرد غشة ورقة عملت فيه ايه؟ تعالوا نشوف خطورة الانحراف على مستوى الفرد. واحد، يبدد طاقة الفرد وجهده، ما قاعد طول الليل عمال يكتب في براشيم، يبدد يعني يضيع،
اتنين يفسد حياة الفرد ويحط مستقبله وطموحاته ما اترفض من الكلية، يعرضه للسجن والإزاء والعقاب. اما على المجتمع، المجتمع كمان بيتأثر، يهدد امن المجتمع وسعادتهم وحريتهم وامنهم في مطاردة هذا المجرم. تعالوا نشوف سؤال اخر. يلعب الوقت دورا هاما في حياة الافراد والجماعات، اعرض تصنيفات علماء الاجتماع للوقت. انا عاوز اقول لك انه ان احنا عندنا ثلاث انواع من الوقت، وقت الفرد، وقت الجماعة، وكمان وقت المجتمع. تعالوا نشوف مع بعض وقت الفرد. الحقيقة وقت الفرد هو المتعلق بافعال الفرد الشخصية زي التغذية، العبادة، وفي كمان وقت وقت الفرد خاص بك انت، انك داخل تصلي، راح تاكل، ده اسم وقت الفرد. لكن وقت الجماعة هو الوقت المتعلق بافعال الافراد من خلال الجماعات. تاني، هو المتعلق بافعال الافراد من خلال الجماعات. يعني حضرتك لو زي ما قلنا قبل كده بتاكل طبق كشري لوحدك، ده وقت فرد. لك لو قعدت تاكله مع اصحابك كده تحول الى وقت جماعة. حضرتك بتصلي لوحدك، وقت فرد. لكن بتصلي في وسط زمايلك، وقت جماعة. بمناسبة بقى وقت الجماعة، عندي نوعين من وقت الجماعة، في وقت جماعة رسمي ووقت جماعة غير رسمي. طب ايه الفرق بينهم؟ كلمة واحدة بس، جهود تطوعية. وقت الجماعة الرسمي اللي هو وقت فرد من خلال جماعة في اثناء اوقات العمل الرسمية، يعني حضرتك جوه المدرسة بتأدي نشاط معين، زي تنظيف بيئة المدرسة، انت في شرطة عسكرية في المدرسة، في الإذاعة المدرسية، ده اسمه وقت جماعة رسمي لأنه أثناء أوقات العمل الرسمية. أما وقت الجماعة الغير رسمي ده عبارة عن بعد انتهاء اليوم الدراسي أو بعد انتهاء يوم العمل، بيبقى عبارة عن جهد تطوعي، إن أنا بلتحق بجمعية زي جمعية أيا كان الجمعيات بقى، زي الجمعيات الخيرية المختلفة القائمة على جهد تطوع. وقت فرد من خلال جماعة بس بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، فهو وقت تطوعي. الحقيقة أنا عندي وقت المجتمع كمان. الحقيقة وقت المجتمع هو المتعلق بأفعال الفرد داخل الجماعة، ده صح ولا غلط؟ لا كده غلط، خد بالك بقى، لأنه مرة جاب لي سؤال إيه، يقول لك إيه، وقت الجماعة هو الوقت المتعلق بأفعال الفرد الشخصية. غلط، أفعال الفرد الشخصية ده وقت إيه؟ فرد. طب اسمع دي، وقت المجتمع هو المتعلق بأفعال الأفراد من خلال الجماعات. غلط، لأن وقت المجتمع بقى بيسموه الوقت الدوري، ده المتعلق بقى بالإطار الثقافي للمجتمع كله. يعني إذا كان وقت الفرد يخص الفرد، وقت الجماعة يخص المجموعة ككل، فوقت المجتمع يخص المجتمع كله، بيسموه وقت دوري لأنه بيتم الاحتفال بهذا الوقت في كل سنة في نفس التوقيت، زي أعياد شم النسيم، عيد الأضحى، عيد تحرير سينا، وما إلى ذلك من أعياد مختلفة الحقيقة كتير، وده بيسموه وقت دوري، وهو يتعلق بالإطار الثقافي للمجتمع حيث يمثل قيمة للمجتمع كله. طبعا نشوف مع بعض سؤال مهم جدا من آليات التحديث الاعتماد على الذات، وهو طريق التنمية المستقلة. طبعا كلمة آلية أصلا يعني طريقة، كلمة آلية يعني طريقة، دي طرق أساليب القضاء على التخلف. لو أنا عندي مجتمع متخلف مش عارف يشبع الحاجات الأساسية لأعضائه من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم ومياه وكهرباء، إزاي بقى أخلي المجتمع ده مجتمع متقدم؟ من ضمن آليات أو طرق التحديد زي ما حضراتكم شايفين الاعتماد على الذات. كانوا بيقولوا انه جوهر التخلف في المجتمع انه يتبع دول اخرى، التبعية، ان هي اللي تأكلك، هي اللي تشربك، هي اللي تديك التكنولوجيا، هي اللي تديك المناهج الفكرية زي تفكر وشعبك يفكر، يا ريتني تديك المناهج الدراسية بالمرة، زي ما حصل في فرنسة الجزائر. فالرد بقى على التبعية هو الاعتماد على الذات، ان الدولة تعتمد على نفسها مستقلة، مش معتمد على دولة تانية تأكلها وتشربها. الاعتماد على الذات ده ما بيجيش الا عن طريق استثمار الموارد المتاحة لاستثمار الامثل. يعني النهاردة القلم اللي في ايدي ده مش عنده نص ورميه، استخدمه لاخر نقطة حبر، وبعد ما يخلص استخدم القلم التاني، عشان نوفر على نفسنا فكرة نستورد بدون لازمة. كذلك القمح، انت ليه بتشتري 10 ترغيفة عيش في حين انك محتاج 5 ارغيفة بس وترمي 5 تانيين؟ لا، خليهم الخمسة واستثمرهم هما بس. يبقى هنا عندنا استثمار الموارد المتاحة، ترشيد الاستهلاك، تشجيع المنتج المحلي بدل ما نستورد من برة ما ناخد المنتج بتاعنا، بس طبعا يبقى كويس مش يتمط ويبهت والحاجات دي. الحقيقة الكلام ده مش معناه الانغلاق عن نفسنا،
ونبعد عن المجتمعات التانية ما ينفعش، ولكن يبقى في تعاون متبادل متكافئ بيننا وبين الدول التانية. يعني ببساطة شديدة يبقى في توازن ما بين الاستيراد والتصدير، يعني زي ما بنستورد نصدر، ده على اقل تقدير. هو المفروض طبعا نصدر اكتر ما نستورد، بس اقل تقدير يبقى الاتنين في كفة واحدة. تعال نشوف حاجة تانية من اسئلتنا النهاردة، من اليات التحديث العدالة الاجتماعية الكاملة امر يتعذر تحقيقه. طبعا العبارة غلط، يتعذر هنا يعني يصعب. هل العدالة الاجتماعية صعبة؟ لا طبعا. ويمكن اللي عمل الموضوع ده وسبقنا فيه كان جمال عبد الناصر في ثورة يوليو 52 لما عمل قانون الاصلاح الزراعي اللي خل طبعا بدأ الاول بتأمين كل الاراضي الزراعية واعاد تقسيمها بعدالة اجتماعية بحيث كل فلاح ياخد له 5 افدنة. الحقيقة العدالة الاجتماعية هي بتقوم على مبدأ اعادة توزيع الثروات بشيء من العدل حتى لا تستأثر فئة قليلة بالغنى ويعاني غالبية الناس من الفقر. السؤال القادم، اشرح 4 من مشكلات الزيادة السكانية على التنمية. احنا اتفقنا انه اصل المشكلة السكانية هي قلة الموارد وزيادة الحاجات. الحقيقة لما بيحصل كده بيحصل لي مجموعة مشاكل نتيجة زيادة الحاجات وقلة الموارد المتاحة. بيحصل لي مشكلة في السكن، في التعليم، في المية، في الكهرباء، في التسول، في كل حاجة. يعني مثلا مشكلة نبدأ بالترتيب كده، السكن، زيادة السكان يؤدي إلى عدم وجود مساكن تكفي. مشكلة الفقر، توزيع الدخل القومي كده هيقل نصيب الفرد من متوسط هذا الدخل. يعني النهاردة لو افترضنا جدلا ان انا معايا دخل القومي بتاعي 100 جنيه وعدد افراد البلد 10، اذا كل واحد هياخد له كام؟ 10 جنيه. طيب لو ال10 بقوا 20 يبقى كل واحد هياخد له كام؟ الدخل هو 5 جنيه. لو بقى 40 كل واحد هياخد له كام؟ 2 جنيه ونص. يبقى نصيب الفرد من الدخل القومي عمال يقل يقل وعدد السكان بتزيد لان الدخل هو، وبالتالي نقص نصيب الفرد من هذا الدخل نتيجة الزيادة السكانية وبالتالي انتشار الفقر. عندي مشكلة كمان، مشكلة المياه النقية والتلوث. نفس الفكرة، النهاردة انا عندي كمية مياه تقضي 10 بحيث كل واحد ياخد له كوباية مياه. طب لو افترضنا ان كمية المياه زي ما هي بس 10 بقى 20 كده هاخد نص كوباية. طب بقى 40 بقت ربع كوباية، بقوا 80 بقت تمن كوباية، وكمل انت الباقي. عندي كمان مشكلة التلوث، زيادة السكان، يعني عوادم سيارات، يعني تدخين، يعني مصانع، وهذا امر يؤدي الى رفع نسبة التلوث، مشكلات بقى الاحتباس الحراري وما الى ذلك من مشكلات انتوا عارفين. تعالوا نشوف سؤال اخر من اسئلتنا، حدد المقصود بكل من التخلف والتنمية. الحقيقة هم عكس بعض تماما، ما زلنا بنشتغل برضو على المصطلحات تهمنا. التخلف اذا كان التخلف حالة من بطء عمليات التنمية، يعني ما فيش مشاريع تنموية، ما فيش زراعة او صناعة او تجارة او سياحة، ولو فيه هو بسيط جدا غير مشبع، وبالتالي بطء عمليات التنمية بيصاحبها تدهور في الظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية. الاقتصاد بيقع، وبالتالي طالما الاقتصاد بيقع يبقى الاخلاقيات كمان هتقع. لذا الدول الفقيرة دائما منعدمة اخلاقيا ايضا وليس اقتصاديا فقط. ده بالإضافة لعدم القدرة على إشباع الحاجات الأساسية لأعضائها. يعني مفيش مشاريع، مفيش أخلاق، وبالتالي كمان مفيش إشباع حاجات أساسية لأعضائها. يعني الأكل والشرب والسكن والتعليم موجود بس غير كافي وغير مشبع. على العكس بقى التنمية إحداث، خد بالك من كلمة إحداث، تديك إحساس بالإرادة وراه، فعاوز الشعب عنده إرادة. إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. يعني نعمل تنمية شاملة على كافة المجالات والميادين، زراعيا وسياحيا وتجاريا واقتصاديا وتكنولوجيا وتعليميا. هذا الإحداث يؤدي في النهاية إلى إكساب المجتمع القدرة على تطور ذاته إنه يعتمد على نفسه. وكمان هنلاقي حتة لطيفة يا جماعة اللي هو تحسين نوعية الحياة. يعني هتحول من حاجات الأساسية أكل وشرب إلى حاجات كمالية، يبقى عندي تكييفات وعندي عربيات وعندي موبايلات. ده بالإضافة طبيعة الحال بقى إشباع الحاجات الأساسية الأعضاء. إذا كان التخلف مفيش إشباع الحاجات الأساسية الأعضاء نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، هنلاقي العكس تماما في التنمية، إشباع الحاجات الأساسية الأعضاء. يا رب نكون منهم إن شاء الله. وده بكده يبقى خلصنا آخر مصطلحين معانا النهاردة، التخلف عكس التنمية. بس في حاجات تانية، تعالى معايا بسرعة الجزء القادم.